السلام عليكم، سميتي عمر بلافريج، نائب برلماني عن فدرة اليسار الديمقراطي هنا بمدينة الرباط. مرحبا بكم في البودكاست رقم 62. فقبل ما نبدأ هذا البودكاست، أولا كنتمنى حظ سعيد للفريق الوطني في روسيا اللي يبدأ اللعب ديالو غدا نهار الجمعة. ومن جهة أخرى كنتمنى، كتبتها في الفيسبوك، كنتمنى شي نهار نضمو كأس العالم مع الجزائر وتونس. فنرجع للبودكاست، اولا شنو نقول، شنو هو الهدف ديال هذا البودكاست؟ هي انا عندي مسؤوليه، عندي مهمه صوتوا عليا الناس، فكنعتبر بان خصني نتحاسب على هذه المهمه، ولقيت هذه وسيله من الوسائل باش نتحاسب على شنو كندير خلال الاسبوع ولا خلال 15 يوم. فنبدا من الجمعه السابقه اللي كنت في اكادير، لقاء مع المواطنين، مع ساكنه مدينه اكادير اللي كان لقاء ناجح بجميع المقاييس، تقريبا شي 500 واحد اللي حضر ليه، وكان تفاعل مع القاعه، جاوبت الاسئله وتفرجوا فيه في الفيسبوك داك اللايف اكثر من يمكن تقريبا شي 60,000 مواطن، فهذا شيء جد ايجابي. رجعت من بعد الرباط كنقوم بالواجب ديالي. من المهمه اللي كنقوم بها هي مساءله الحكومه، هذه من المهام الدستوريه ديال النواب البرلمانيين. فطرحت عدد الاسئله لا على الرباط لا خارج الرباط وعدة قطاعات، ممكن لكم تلقاوها في البلوغ، هو البلوغ. وهذه فرصة كذلك باش نقول لكم الهدف ديال هذا البودكاست. نهار اللي بديت كنقول لكم بان نركز انا على مجال التعليم، مجال التعليم حيت كنعتبروا بانه هو الأولوية الحقيقية اللي خصها تكون عند حاكمين بلادنا. فعدد الاشياء درتها منها في قانون الماليه، نشوفوا مثلا هذا مقترح تعديل اللي مع الاسف ما داش، كنا قدمناه انا والشناوي، ديال خلق مساهمه تضمنيه من اجل النهوض بالتعليم في المغرب، هي ضريبه على الثروه، ها هو المقترح، وانا نقدمه العام الجاي، كنتمنوا يتفاعلوا الناس ايجابيا معه. كذلك في المهمه الاستطلاعيه على المحروقات، هما التوصيات اللي قدمت اللي ما تناقشوش حقيقه داخل اللجنه مع الاسف، ولكن منهم استرجاع ديك اللي قدرت انا ب 17 مليار ديال الدرهم ديال الارباح الغير اخلاقيه، ولكن بهدف استثمارها في التعليم. فالمجال ديال التعليم هو الاولويه بالنسبه ليا، حتى في المساءله الحكومه اكثر من 40 سؤال حول التعليم، جميع المجالات اللي كتعلق بالتعليم، منها سؤال حول جوج المدارس اللي تسدوا في طريقه نهائيه هنا في مدينه الرباط، اللي جاوبني عليه السؤال السيد الوزير، ها هو الجواب ديالو اللي كيقول لي بان عدد التلاميذ قليل، وبان هذوك التلاميذ اللي كاينين هيمشيو لمدارس اخرى اللي قريبه لهم. فهادشي غير كافي، حيت السؤال شنو كان؟ كنقول ليه ها هما ما كاينينش التلاميذ، ولكن اي سياسه اللي تكون في المستوى النهوض بالتعليم خصها يكون الهدف ديالها هو استرجاع الطبقه المتوسطه الى المدرسه العموميه. ودابا لا سديتو دوك المدارس وعطيتيهم لشي ناس اخرين، النهار اللي ترجع للطبقه المتوسطه للمدرسه العموميه فينها تلقى فينها تقرا؟ عاد مشي الدوله المغربيه تمشي تقلب على اراضي باش تبني مدارس. فهادشي غير بالنسبه ليا غير جدي الطريقه باش جاوبني السيد الوزير، كنتاسف ليه. سؤال اخر اللي خلق شويه الجدل، يمكن شويه سوء تفاهم، طرحت السؤال حول المدارس العموميه، جاوبني عدد الاباء والامهات اتصلوا بيا لا في تماره لا في قنيطره لا في الرباط لا في السخيرات، اللي الوليدات ديالهم 7 سنين 8 سنين 9 سنين في المدارس ديالهم في الاول رمضان، يلا داز اسبوع قالوا لهم صافي سالات القرايه. هادشي تفاجئ، فطرحت السؤال على السيد الوزير، هو السؤال في محله، حيت المدارس الخاصه مازال ما سدات الى اليوم، دابا تسالى رمضان مازال ما سالات، وعلاش ولاد الشعب من بعد اسبوع كتسالى القرايه ديالهم؟ ما يمكنلهمش هما يقراو ويديروا المراجعه؟ انا عارف بان المشكل العدد ديال الاساتذه تفاعلوا معايا في الفيسبوك كيقول لي لا حنا مشينا للحراسه، ما كنتوجهش انا، توجهت الوزير. الحل خصو يجي من الحكومه وتكون سياسه في المستوى بالنسبه للتعليم، وليدات الشعب اللي كيقراو في المدرسه العموميه حتى هما يقراو، يكون عندهم نفس الحظ باش يقراو بحالهم بحال الوليدات اللي كيمشيو في القطاع الخاص. بون، هذا مهم ومهم جدا، وغنبقى نركز انا على التعليم في دابا وفي المستقبل. هادشي كنعتبره انا مهمتي اولويه في المهمه ديالي كنائب برلماني. باش ما نكثرش عليكم في هذا البودكاست، كتاب هذا واحد السيد هو اللي عطاه لي في مدينه اكادير مي كونت، سميتو رهاب عند مصطفى ادمين، هذا كتاب روايه عاد بيت كنقرا فيه، وموسيقى هذه كذلك مناضله هي اللي شجعتني نتصنت على هذه الموسيقى وتصنت عليها طيل هذا الاسبوع عن شوبان، تصنتو تمتعوا بهذه الموسيقى. وعيد مبارك سعيد للجميع، وشكرا على المتابعة، وإلى اللقاء في بودكاست مقبل.